إحياء للذكرى الرابعة لانطلاق الثورة السورية، أقيم في مدينة غازي عنتاب التركية حفل ثوري كبير برعاية من قناة حلب اليوم بالاشتراك مع حزب وعد وجمعية بلبل زادة. أناشيد الثورة وأغانيها بما تحمله من معاني الحرية والأمل كان لها النصيب الأكبر من الحفل الذي أحياه الفنانان عبد الناصر حلاق ويحيى حوا. وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير وسط هتافات تنادي بالحرية وتؤكد استمرار الثورة لنيلها. كلمات مختلفة ألقاها بعض الضيوف بهذه المناسبة، فأكد الناشط الميداني أبو يزن الحلبي على استمرار ثورة السوريين حتى إسقاط النظام رغم ما قدمت من آلاف الشهداء. نحن صامتون بإذن الله وستنتصر هذه الثورة المباركة، فطوبى لمن سبق وطوبى لمن صدق. الله أكبر، وثورة حتى النصر بإذن الله. منسق المساعدات في جمعية بلبل زادة الشيخ محمود قطش مازر شدد على استمرار وقوف الشعب التركي إلى جانب الشعب السوري في ثورته ضد نظام الأسد. سابقون ولا تؤاخذون، إن ربنا امتحننا حتى نكون أنصار وأنتم المهاجرون. إن كنا قصرنا حتى في كوننا أنصارا لكم فسابقونا ولا أطفال الثورة لفتوا الأنظار بحضورهم البريء، فشاركوا الفنانين بالغناء والهتافات وألقوا القصائد الشعرية التي تحيي المناسبة. لم يغب ذكر شهداء الثورة ومعتقليها عن الحفل، فكانوا حاضرين بمناقبهم وبطولاتهم في أناشيد الثورة ودعاء الجمهور. شكرا لقناة حلب اليوم، سمعونا التحية لحلب اليوم.